تقوية المناعة وأغذية المناعة، لأنه برضو الغذاء عنده دور مهم وكبير جدا في أنه يقوي مناعتنا. مع الأستاذة نفيسة عبد الرحمن، اختصاصي تغذية وتعليم السكري. مرحبا بك أستاذة نفيسة، صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الخير على كل المشاهدين والفريق العامل. صباح كل خميس صباح الخير عليه، وصبحتوا طيبين إن شاء الله. صباح الخير إن شاء الله. لما نقول مناعة بنكون قصدين شنو؟ إنه الجسم يعمل شنو؟ أول حاجة نحاول نوضح للمشاهدين يعني شنو جهاز المناعة. هل جهاز المناعة ده متواصل زي الجهاز الهضمي من الفم مثلا لفتحة الشرج، ولا مثلا زي الجهاز التنفسي ممكن تكون الرئتين والقصبة الهوائية إلى آخره؟ أبدا، جهاز المناعة مشتت، يعني مترامي الأطراف. يعني عندي القدد الليمفاوية، عندي الخلايا البلعمية، عندي كرات الدم الحمراء. مناعة يعني أنا عايزة أحاول أحصن نفسي بقدر المستطاع من الأمراض. الجهاز المناعي ده بيلعب دور كبير جدا في صحة الإنسان. الأسباب اللي بتقلل لي المناعة ممكن تكون التوتر، عدم الرياضة الكامل، عدم الحركة الكامل، الانتقال من ارتفاع بتاع درجة حرارة شديد لبرودة شديدة خصوصا الأطفال والناس الكبار. التغذية ممكن تكون دي نمرة واحدة، التغذية الما منظمة أو الاختيار للغذاء بشكل كل الظروف الاقتصادية، سواء كان عندي قروش ولا ما عندي قروش. ممكن تكون عندي قروش واختار الغذاء الغلط، ممكن تكون ما عندي قروش أنا محتاجة لعناصر معينة أغيب عنها 10-15 يوم، طوال جهاز المناعة بيبتدي يحصل إشكالات. المناعة نفسها ممكن تنشط ممكن تنقص، يعني ما قصة إنه المناعة ضعيفة، بس في كمان يعني مثلا زي الثعلبة، مرض الثعلبة اللي هو بلقى ما في ولا سبيبة في الشعر في منطقة معينة، دي ممكن تكون نشاط زيادة للمناعة. فما قصة إنه يكون المناعة ضعيفة بس. يلا عندي مثلا الآلام الشديدة في العظام ممكن برضو تكون نشاط زيادة للمناعة. فالبيلينا سي حاليا برنامج الأغذية نمرة واحد هي طبعا، لأنه أنا من ما أصحى من الصباح بيكون عندي برنامج بتاع كسر للصيام، اللي هي من الساعة 11 ما أكلتها الصباح مفروض أكسر الصيام. البرنامج بتاع ترتيب الغذاء بصورة جيدة والعناصر الغذائية التي ترفع المناعة بترتيب منسق، هي بتقوم تساعد لي على أساس أنه أنا أقتل كل الطفيليات، عفوا الطفيليات كتلها صعب شوية، لكن البكتيريا والفيروسات دي بتخليني أنا بكون في حالة بتاعت هالة من الحماية، لأنه أنا ما أكون مرتع خصب لأي بكتيريا أو فيروس خصوصا في تقلب الأوقات زي السي الأيام دي مثلا. طيب عشان ندعم الجسم يعني ونزيد مناعته عن طريق الغذاء، في عمر محدد مفروض نبدأ به أو نركز فيه أكثر؟ يعني الأطفال منهم صغار، ولا الزول لما يبقى عمره كبير شديد بعد ذاك الجسم مناعته فعلا بتقل فمحتاج أغذية مختلفة؟ هي من الإنسان نطفة في رحم أمه مفروض تتعزز المناعة بطريقة التغذية السليمة للأم الحامل والابتعاد من كل الأمراض، ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر. من اللحظة دي من النطفة هو بتبتدي جهاز المناعي يتشكل بتناول الأغذية السليمة للمرأة الحامل. بعد ذاك لما يطلع الطفل الرضاعة الطبيعية بتعزز المناعة بصورة يعني 300%. من يحرم من الرضاعة الطبيعية خصوصا في 6 شهور الأوائل طوال جهاز المناعة بتاعه بقل، نلقى الطفل الأسنان بتاعته بتوجعه شديد، ما بيسنن بطريقة كويسة، البكتيريا هي أساسا المناعة بتنقص لما تجي تطلع الأسنان. يلا لما يكون ما يعني الرضاعة ما طبيعية في 6 شهور الأولى، فقطيع الشك حيكون غير أساسا يعني حصل لخروج السن اللي هي الكالسيوم دي مع الفوسفور، عملية صعبة جدا طبعا. أنا أساسا بقيت مرتاح خصب لأي ميكروب، أقل حركة للطفل ممكن يهبش حاجة، ممكن يشيل حاجة يدخلها، طوال بيحصل انتقال للبكتيريا وبالتالي هبوط في مناعته. يلا كبار السن أيضا مفروض يكون في مراعاة لتناول التغذية السليمة لرفع مناعة أجسامهم. طيب شنو الأغذية ذات اللي بتدي الجسم مناعة في المراحل العمرية المختلفة؟ طيب ده سؤال مهم. البصل، الثوم، الجنزبيل، الأوراق المخضرة دي بتديني زي حركة المرور رفعي للخلايا ضد المؤكسدة اللي هي ما بتسبب لي أي مشكلة في أي عضو في الجسم لخلايا مسرطنة. الأغذية الصديقة فيها الكاروتينات، فيتامين ألف يلعب دور كبير جدا، الجزر، الفلفلية. السؤال الممكن أنا أسأله، هل أنا الثوم رائحته تخليني أبعد منه مثلا 15 ل 21 يوم إذا لقيت فيه طعام فيه ثوم أزحه مثلا؟
في بتحصل، في ناس لا يستصيغون الثوم، في ناس لا يستصيغون رائحة البصل، بتلقي في أطفال وأمهاتهم ما بينصحون بشيل البصل يرموه، بشيل الفلفلية يرموها. يلا دي من الأخطاء الجسيمة في تناول الطعام. لا بد من إنه الأغذية اللي بترفع المناعة عندنا منها كثير في الكنترول، لا بد من إنه أنا أعرف أنا أكلتها بتين وأكلتها كيف وحصتي منها شلتها كيف. يعني التوم ده مثلا ممكن يكون مصاحب للوجبة إذا ما أنا دقيته وخطيته، لأنه التوم كمان فيه مشكلة، إذا أنا دقيته ودخلته في الوجبة بتتخمر بسرعة. يعني ممكن على الآخر يلا ممكن أنا أخلي لي 4 فصوص زي دي كده أبلعها، أبلع زي الحبوب؟ زي الحبوب إذا كنت ما مستسيغة إنه أدقه أو أخبطه مع الفول مع البامية في آخر حاجة ليها مع كل الطرق بتاعت الإعداد. يقولوا الطبخ عديل يعني ودخل النار بيفقد جزء بيفقد من قيمته. بيفقد أنت المفروض تخطه آخر شيء، لو خطيته أول شيء بيفقد جزء من خصائصه اللايسين اللي هي بترفع لي المناعة. لكن سبحان الله البصل مهما اديته ما بيفقد بسرعة. البصل برضو البصل الأحمر بالتحديد والبصل الأبيض الشعرات الأخيرة دي من الحاجات اللي بترفع المناعة. يلا لو لاحظنا نحن عندنا عادة سيئة البصل الأبيض بقطع الشعرات الأخيرة دي برميها، لو ما رميتها بخدتها فترة بجدعها. ده بالنسبة للبصل الأحمر دي الطريقة بتاعته اللي هي بتتقطع. ده بخلي زول يدمع كده بيضبط القصة شوية. ده بنطبخ بيه يعني. ده بنطبخ بيه. ويلا ممكن في طريقة تانية أنا أشرحه شرايح وكوب عليه زبادي وأكله مثلا قليل من النعناع وأكله. يعني في ناس بتكره رائحته دي، فهي هو بيرفع المناعة على أي حال. بعد ذاك أنت عندك الخيار، كل ما بعدت منه كل ما نقصت المناعة. الأوراق الحبوب العيش الفتريتة، العيش الفتريتة بيرفع المناعة بصورة عالية جدا، بنعمله في شكل كسرة، بنعمله في شكل عصيدة، وهو الحبة دي حبة يعني عظيمة الله عظيمة جدا. بفتريتها بالذات اللي بتتحول للون أحمر عندنا برضو طرقة من اللون الأحمر. قبل كده تكلمنا عن القيمة الغذائية العالية والسعرات اللي موجودة فيها، عشان كده بننصح ناس السكر يبعدوا منها في حالة إنه يكون السكر مرتفع. أيوة. نعم، لأنه هو استغلابه سريع بيرتفع السكر سريع، لكن بيرفع المناعة بصورة عالية. وحبوباتنا بيقولوا العيش سابع الأدوية، يعني أنت لو مثلا عندك ملاريا وأنا صبت لك نشا فبترفع المناعة بتاعتك، بتخلي الطفيل مقاومته. نحن بيجاي بناخد في الحقن، لكن هنا المناعة بتترفع وبالتالي بتبقى المقاومة للطفيلة أعلى. فكل ما أنا أخذت غذاء يرفع المناعة كل ما دمرت هذا الميكروب أجي داخل لي وبساعد كرية الدم البيضاء لأنها هي في حالة دفاعية، يعني بتاكل لي كل الدخل للجسم. الربو أو النزلة أو من الأغذية من الأمراض المناعية، فعندي مثلا الليمون، عندي الجريب، دي من الحاجات اللي انا هو فيتامين سي في ناس بتبعد منها تقول لك عنده حموضه عندي الم. فيتامين سي من الاشياء اللي بترفع المناعه، موجود في الفلفليه الخضراء. يلا طريقه اعداد الفلفليه الخضراء ما في داعي انه انا اديها نار كثير، مرات بتحسبه وما عنده لازمه كده الفلفل ده. يعني بتبعد، في ناس ما بيهتموا به كثير. أيوة يعني ايوه الفلفل الاخضر ده من الاغذيه اللي بترفع المناعه. كل الحاجه الجرجير من الاغذيه اللي بترفع المناعه، بتلقى صحن الجرجير والفلفليه رجعوا. لاحظت الحاجه دي. يعني ثقافتك للخضروات عندنا لانه بركز على اللحم طبعا. الطماطم اكثر حاجه يعني يمكن الطماطم. يلا الطماطم من الاغذيه اللي بترفع المناعه لوجود اللايكوبين اللي هو فيه مضادات الاكسده، لكن الاخضر دائما زي بيديني اشاره مروريه لرفع جهاز المناعه. فانا نصيحتي بقول انه يعني اذا في بصل وجرجير وفلفليه نكمل الصحن نكمل الصحن. طيب استاذه نفيسه نقف الموضوع ده، في ناس بتبعد منه ما بتاكل، يا ما بتحبهم يا مثلا ريحة البصل والثوم زي ما انت قلتي هي نفاذة بالنسبة لهم ومنفرة، طوالي استعوضوها بحبوب بالذات في الفيتامينات، يقول لك خلاص ده ما مكمل غذائي انا ابلعه على اساس انه يرفع المناعة ويدي الجسم جزء من حوجته. يلا دائما الحبة ما بتعمل عمل الشيء الطبيعي، فيها نسبة سمية وما بتديني، هي سريعة. يعني انا لما ابلع فيتامين سي كفوار او كحبة مص بيديني المفعول لكن وقتي، لكن لما انا اكل الحاجه بصفه منظمه، يعني مثلا الفلفليه دي من المفترض تكون مرتين او 3 مرات في الاسبوع صحن الفلفليه مضاف لسلطه الاسود، اسود ذاته من الاغذيه اللي بترفع المناعه، لكن ما زي الفلفليه. فلما اقوم يتهضم ويحصل له امتصاص وتمثيل زي اللي عملت لي هاله من الحمايه لكن الحبه وقتيه. يعني انا بقى الحبوب متوفره اوراق بشيلها ببلعها تشتغل معي مثلا بعد بكره برجع، ويمكن كمان على عندي مثلا ما عندي انا معاها مصاحبه اغذيه سليمه برجع بصوره اصعب. ليه؟ لانه
زمني لحظي، لكن التغذيه نتيجه لادخال عن طريق الهضم تضمن نتائج لفتره أبعد. طويله. أيوة. طيب خلينا نتكلم شويه برضو عن الفواكه، وتحديدا الفواكه المتاحه الموجوده كثير. يعني احنا في فواكه موسميه ما بتكون موجوده طوالي، في فواكه غاليه مرات برضو بتكون موجوده طوالي، لكن مثلا الموز، الحمضيات، البرتقال، الجريف فروت، الليمون، البطيخ، يعني جميع الحاجات اللي بتكون موجوده في السوق للناس. يعني طبعا الفواكه احنا بصراحه قاعدين نلعب معاه لعبه الكراسي على حسب الموسم وعلى حسب الرخصه. يعني فجاه ممكن يختفي الجريب، جريب من الاغذيه بترفع المناعه، لكن المتوفر دائما الليمون. يلا الليمون طريقه اعداده كيف؟ انا طبعا بتحكمني القوه الشرائيه، يعني لو على الزول اساسا صحن بتاع فاكهه، صحن بتاع خضروات بصفه يوميه ياكل منه حصته المشبعه، دي كده معناتها هو في حاله بتاعت مناعه مظبوطه، الجهاز التنفسي مظبوط، جهاز الهضم مظبوط، اللون العيون ذاته بيكون شاينينج، البشره بتكون كويسه، بيكون المود بتاعه ذاته عالي. ليه؟ لانه كل السموم بتطلع عن طريق الالياف والفواكه. يلا طيب اذا كان عندنا الاشكاليه الموجوده عندنا الاب اند داون بتاع الازعار، فانا بقوم تبي اول حاجه التثقيف مهم، لازم اعرف بانه احسن لي الليمون ولا احسن لي الجريب. يلا في حالة يكون الليمون أرخص من الجريب بيعملوا نفس المفعول، لأنه هنا فيتامين سي متوفر في الليمون، فبالتالي بيكون عندي حصة بتاعت الليمون كويسة. ليه؟ لأنه أرخص. أول ما الجريب يرخص طوالي أمشي عليه، أراقب السوق. ليه؟ لأنه الموالح عموما من الأغذية اللي بتقوم ترفع لي المناعة. عندنا مثلا في فيتامين ألف في المانجا، مانجا موسمية عندنا، برضو فيتامين ألف يقوم على تعزيز المناعة. برضه في حالة المانجا تكون رخيصة اشتري منها، حتى المانجا تكون موجودة، هي لما تكون موجودة في موسمها بتكون رخيصة. موسمية غير اللي اشتريتها اسرائيل ب 250 الحبة دي خليها، دي بتاعت الناس بقروشهم كثيرة. في مانجا واحدة ب 250 طبعا احمد من الصباح حتحاول تلف الموضوع، انت ما عارف اسرائيل. انا غايته بعرف التفاح بقى ب 120 متابعة السوق يا استاذ. التفاح الواحدة يعني في اغنية قاعد تقول اهدي لي تفاحة وبرتقالة، افتكر موسميا ما بتمشي لي. طيب انا كنت فكرت اهدي لك تفاحة. انت اهدي لنا كوباية قهوة وشاي كده مع الصباح، كفاية برضه بتعزز المناعة. لكن شنو؟ طبعا الشاي كويس، رجحتينا للسوائل. الكركديه، التبلدي، دي من المشروبات اللي بتعزز المناعة لانه فيها مواد قاتله للبكتيريا. طيب. الكركديه خلينا نجيب فيه سخن بيعمل مفعول وبارد بيعمل مفعول. نعم نعم، البارد بيعمل هبوط والسخن بيعمل ارتفاع في الضغط. يعني بمجرد في ناس سريعي هبوط الكركديه، بمجرد ما يشربوا كركديه بحسوا بدوار، بحسوا بانهم دارين يرجعوا الطعام وهم سريعين، والعكس صحيح، في ناس سريعين في ارتفاع، في ناس يعني كل جهاز مناعي ليزول بيختلف من الثاني. والدليل على كده نحن ممكن الثلاثه ناكل في مطعم وانا اتسمم انتم ما تتسمموا، ده دليل على انه جهازي المناعي منخفض شديد، يعني ما قدر يقاوم كميه الميكروبات اللي دخلت وطوالي. طيب استاذه نفيسه نحن خلاص زمان الفقره انتهى، لكن في حاجه اللي هي الحركه برضه بترفع المناعه بتاعت الانسان، خلينا نتكلم عنها خلاف الغذاء. نعم الرياضه. اي والتوتر برضه ممكن ياثر على مناعه الانسان. الحاله النفسيه والحاله الحركيه، دول الاثنين مع التغذيه بيلعبوا دور كبير جدا في انه يقفلوا لي البرنامج بتاعي. يعني زي السكبيرك بسطتك في الخدير، انا ماني حيدي رفعت الاستوديو كله اتبسط. الحركه بتاعته كانت كثيره، زي ما ذكرتي كل ما كانت الحركه عاليه في الانفعالات العاطفيه الغنائيه بيحصل تحفيز لجهاز المناعه. الموضوع ده كان سير استاذه نفيسه، لكن خلاص بعد الناس كلهم عرفوا. شكرا جزيلا لك استاذه نفيسه عبد الرحمن، اختصاصي تغذيه وتعليم السكري. في حاجه اضافه صغيره بس، الرياضه الاكسسيف ما كويس، العنيفة الأثقال الشنو دي ممكن تؤدي ل يعني مشاكل في المناعة وفي حتى للشرايين نفسها. يعني مثلا الجكة هي أعظم دريات الرياضة. مرة ثانية شكرا لك أستاذة نفيسة عبد الرحمن، اختصاصية التغذية والتعليم السكري، وصباح الخير إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حنتابع التقرير القادم، عدته الزميلة ما